طيب يعني احنا هنشوف عملي طبعا ايه التمرينات دي، لان في بعض كمان الاشخاص اللي بتعمل الرياضه او بتمارسها بشكل خاطئ، يعني ممكن حد من كبار السن تحديدا، انا هقول عن الفئه دي برضو، لان لو حركه اتعملت غلط ممكن تاثر بشكل كبير جدا عليه، طبيعي يعني جدا. تداركها ممكن ياخد وقت وممكن يبقى اشرس الى حد كبير. هو نسبه الليونه في المفاصل عنده بتقل بالظبط، ونسبه المرونه في العضلات بتقل، لان العضلات بتبقى ضعيفه جدا، فما ينفعش نعمل لود زياده فحمل على مفصل نتيجه ان العضله مش مستحمله. فعشان كده بنقول مده التمرين بتاعته تبقى 45 دقيقه بس. وممكن يبتدي ب 20 دقيقه. 45 دقيقه مش كبار سنه، هو اتمرن 45 دقيقه. وبعدين مش لازم 45 دقيقه دي من اول مره، لا احنا ممكن نعمل 10 دقائق في ربع ساعه في ثلث ساعه. حلو، دي نقطه حلوه. مش لازم امرن جسمي كله في يوم واحد، لا انا ممكن اخد حته حته في جسمي ما مرناش حاجه لسه. قدامنا كل يوم يعني ممكن نعمل حاجه. نركز على اللور او مثلا الشولدرز، ممكن يوم نعمل تمارين للايدين، يوم نعمل تمارين للرجلين، يوم تمارين البطن، يوم تمارين للشست. على حسب الاكل بتاعي عامل ازاي، نظام يومي عامل ازاي، مهم جدا. هل انا بتحرك اصلا؟ يعني لو انا راجل كبير او ست كبيره، دي نقطه حلوه، بتحرك وبنزل من البيت وبعمل مجهود في البيت، ولا انا اصلا قاعد خالص؟ دي تفرق كمان. معظم يعني طب مش كله طبعا، معظم كبار السن بيبقوا قاعدين، وحتى احفادهم واولادهم هات لي اعمل لي، لو حد بيساعد في البيت. لكن حضرتك بتنصح ان ده بلاش، بلاش الثقافه دي، لا قوم لو عايز تجيب كوبايه ميه قوم بنفسك، لان ده يعتبر تمرين. دي تعتبر ده الوقت تمرين، يعني ما دام بعمله صح الامور اعملها بنفسك بالزبط. يعني طب لو انت ما بتعملش حاجه خالص، يبقى احنا هنخلي تمريننا بس 5 ايام في الاسبوع. طب انا بتمرن ما بعملش، بعمل مجهود، بخرج بروح اجيب حاجات، بعمل حاجات في البيت، اخليها 3 ايام في الاسبوع. اوكي، ما زودش طول ما انا بعمل مجهود يومي. دايما بنقول على حسب الحياه الشخصيه بتاعتك، حياتك عامله ازاي، يعني اللي بيشتغل غير اللي ما بيشتغلش، اللي بيخرج من البيت غير اللي قاعد في البيت. صح. اللي وقت الراحه بتاعه كبير يزود في ايام التمرين، حلو، وقت الراحه بتاعه قليل يقلل في ايام التمرين.